عزيزي المشاهد، مشاهد هذه السهرة عبر القناة الأولى في تلفزيون دولة الكويت والقناة الفضائية الكويتية، سعداء بلقاء الجميع ونتمنى إن شاء الله من خلال لقائنا معكم والفقرات اللي اخترناها لكم أن تحوز على استحسانكم ورضاكم. نذكركم طبعا صندوق بريدنا 33159 الروضة. قال إن الأغنية تعتمد على اختيار الكلمة، هو متى ما كانت الكلمة قوية وجميلة كان اللحن بنفس المستوى، ولا بد أن يكون هناك متذوق لهذه الكلمة وهذه الأغنية حتى يظهر هذا العمل عمل جميل، سواء من ناحية الملحن أو المؤلف. وعلى فكرة مثل ما قال إن المؤلف هو عمود الأغنية. هذا الكلام كلام الدكتور الراحل يوسف دوخي، وفعلا من خلال الغناية اللي راح نعرضها عليكم واللي اخترناها لكم راح تحس بعمق الإحساس وعمق الأداء أيضا من قبل هذه الأغنية مع اللحن. هذه الأغنية كتبها الراحل بدر الجاسر العياف، ولحنها أيضا الدكتور الراحل يوسف دوخي، وغناها هو اللي هي أغناية آية جاسي. على روحي آخر من دارا هذا، وانت اللي على روحي جنيت، آه يا جاسي، آه يا جاسي، آه يا جاسي، أنا فيك امتنيت، آه يا جاسي يا
مثل ما قلنا صندوق بريدنا 33159 الروضة، وإن شاء الله خلال الأسبوع المقبل راح نبين كم الرسائل الهائل اللي وصلنا، وإحنا دائما طبعا نشكر مشاهدينا الكرام وهذا البرنامج لأجل المشاهد من خلال التواصل بيننا وبينهم. هذه الرسالة من الأخ خالد عبد القادر الداود، حلو أن يكون المشاهد أيضا متابع لما نقدمه في البرامج. يقول أنا أبعث لكم طبعا بهذه الرسالة ردا على السائلة من قطر واللي تسأل عن اسم الفنان اللي تغنى بأغناية خرج بعد العصر قصدي أزور حبي لقيت سبع بنات والثامنة قصدي. يقول أفيدكم بأن اسم الفنان هو محمد الكردي وهو من المملكة العربية السعودية من مدينة الطائف، وقد تغنى بهذه الأغنية في الثمانينات، كما أن له عدة أغاني منها البعد طال والنوى ابتدي بالله رب العالمين ألا يهل الهوى من السبب في الحب وغيرها من الأغاني اللي لا تحضرني. والفنان المذكور قد اعتزل الفن منذ فترة طويلة. ختاما يقول ما حبيت إلا أني أنوه لكم عن هذا الفنان. شكرا لك يا أخ خالد عبد القادر داود على هذا الرد وعلى إعطاء الأخت اللي كانت سائلة بالنسبة لي من دولة قطر بالنسبة لهذا الفنان وبالنسبة لهذه الأغنية. تلفزيون دولة الكويت دائما يوجه الدعوة لضيوف خارج الكويت لزيارة الكويت وأيضا المشاركة في الأعمال اللي ممكن تقدم في داخل دولة الكويت. الأستاذ والفنان والشاعر الكبير الإعلامي السيد فاروق شوشة، طبعا إعلامي بارز ومعروف سواء كان في الدول العربية في جمهورية مصر العربية وأيضا خارج مصر في دول الخليج، كانت له زيارة إلى دولة الكويت في أوائل السبعينات وسجل تلفزيون دولة الكويت هذا اللقاء. برغم المسافات برغم انهمار الليالي برغم انطلاق الزمان برغم امتداد المحال برغم اقترابك مني أنادي برغم ابتعادك عني أنادي وأعلم أنك في وأن طريقي إليك يؤدي إلي ويفضي إلى خاطري واعتقادي وأنثر زهر هوانا القديم على كل ظل ووادي وما زلت رغم الليالي أنادي ألست رحيقي وزادي أنادي عليك وألمس نبض المدى والصدى كاسيا وجنتيك وألمس نبض اشتياقي إليك وأدنو أمد إليك اليد لترتاح طيعة في يديك وأرتجف اللمس ترتجف اللحظة الباهرة وترتجف الومضة العابرة وترتج حتى الخلايا وحتى الضلوع البعيدة خلف الحنايا ويهمس شيء دفين الحكاية أنادي عليك فترتسم اللحظة الشاعرة ويسطع وجه الزمان ويشرق صدر المكان وتدنو وأدنو وتلتحم الخطوتان ويغتمض الحلم يسكب في مقلتين الأمان أنادي عليك وأنت ضيائي الذي لا يغيب ولا يغرب أنادي عليك وأنت الصدى العذب لا يكذب أنادي عليك وأنت ربيعي التي أشرب أنادي عليك وأنت رحيق الذي لا يغيض ولا ينضب أنادي عليك وأنت قريب كنفسي مني بل أقرب. أهلا وسهلا بالأستاذ فاروق شوشة. أهلا بك. الأستاذ فاروق شوشة معروف على عدة مستويات، فهو من المذيعين المشهورين وهو رائد من رواد الشعر العربي الحديث، وهو بالإضافة إلى ذلك مسؤول عن البرامج الثقافية في إذاعة القاهرة،
ومهتم بجمال اللغة العربية. نرحب بالأستاذ فاروق في هذه المقابلة، ونود منه أن يحدثنا عن حياته الشعرية، أين بدأ، كيف صار، إلى أين وصل، وإلى أين يسير. أولا شكرا على هذا الثناء الذي لا أستحقه. هذه الرسالة عزيزي المشاهد رسالة حلوة ورسالة جميلة، ووردت من أم محمد من دولة قطر من الدوحة. الرسالة طبعا هي راسلتها إلى برنامج رزنامة، وتقول بعث قبل هذه الرسالة ولم تصل إليكم، وكم انتظرت أن أسمع وتتقرين الرسالة، ولكن فعلا لو أنا استلمت الرسالة تأكد يا أم محمد ويتأكد كل مشاهد ومشاهدة كريمة لابد أن احنا نقرأ جميع الرسائل. تقول أنا أكتب هذه الرسالة وأتمنى من الله العلي القدير أن تصلك وتقرئيها وأسمعها منك، كما أتمنى أن تحضري زفاف ابني، وسوف أبعث لك بطاقة دعوة، وأتمنى أن تحضري لكي نلتقي وأعبر لك عن مدى إعجابي بالبرنامج وإعجابي بطاقم البرنامج، واستحل برنامجك على إعجاب جميع دول الخليج. صدقيني عندما يبدأ البرنامج لا أحب أن أكلم أحد سوى من أفراد الأسرة وأصحابي، لقد ضاع صيت هذا البرنامج لدرجة أنه محفظة وموعد البرنامج أصبحوا يذكروني به أني لا أبالغ بدرجة إعجابي البرنامج، و ذلك لما تحافظين عليه من دمج الماضي في عقولنا بالحاضر وتذكرنا بما كان. والشكر الجزيل لك، وأيضا الشكر الجزيل لك يا أم محمد، أخجلتينا يا أم محمد في هذه الرسالة، ومثل ما قلنا احنا دائما بالشوفة لكل مشاهد، وودنا فعلا هذا التواصل يكون بيننا وبين المشاهد الكريم، وودنا فعلا ان احنا نظل في ذاكرة وقلوب مشاهدينا الكرام. أني حق الدعوة اللي دعيتينا إياها علشان نزور أو نحضر زفاف ولدك، نتمنى له طبعا السعادة مقدما، لكن لاحظة الدعوة أنا ما أقدر أجي بروحي، لازم يجون الطاقم كلهم معانا، سواء المخرج، المعيد، حملة الكاميرا المحمولة، المونتاج، الكل يكون متواجد عشان الكل يشاركون الفرحة ويحضرون العرس. مرة ثانية أقول لك مبروك وألف مبروك، ولكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. شكرا لك يا أم محمد. الأسبوع الماضي يعني صالح الحريبي وقال أنا شاكر لك طبعا على لما قدمتي لي الغناية وعن الكلام اللي قلتيه، ولكن كان شوية يعني مو ضايق خلقه هو، بس بالعكس بالغشمرة يقول طلعت العمر الصجي لما قلتي إنه 35 سنة. إيش رأيك يا أبو أحمد؟ أول شيء أمسي عليك بالخير ويعطيك الصحة والعافية أبو أحمد. المشاهدة شيخة عبد العزيز الغيث هي قالت لي مو 35، قالت 40 سنة وهو يغني ولا زال متميز بالأغاني المختلفة صالح الحريبي. وتقول أعطيش معلومة، وهذا المعلومة ما أدري إن هي أمي جايبتها، تقول إن في الغناية واللي إحنا اخترناها اللي الحين راح نسمعكم إياها وشاهدونها، هذه الغناية تم تصويرها لمدة 5 أيام. تقول أنا سامعة هذا الكلام من راحل عبد الوهاب سلطان وصوروا هذه الغناية في جليعة. إبراهيم حبيب قال دار الهوى، وصالح الحريبي قال هب الهوى ونادان. Thank you.
المسافر ينادم السهران والغدر بنور السافر ينادم السهران والليل سر الخاطر غنى بيقول الشاعر والليل سر الخاطر غنى الشاعر والبدر بنور سافر ينادم السهران والبدر بنور سافر ينادم السهران هب الهوى ونادى الأشكال
جنبي يبعث سرور وحبي أرتاح ويطير بقلبي ويبعث سرور وحبي صوت جمال يا سبي يحرك الأشجان صوت جمال يا سبي يحرك الأشجان حب الهوى ونطلع معك عزيزي المشاهد من دولة الكويت ومن دول مجلس التعاون ونذهب بعيد إلى الجمهورية الليبية وهذه الرسالة من حسين محمد أبو بكر في رسالته يقول أنا من محبي الأغاني القديمة والأصيلة خاصة الكويتية منها وأقدر فيكم الوفاء والتكريم لأولئك الفنانين الذين أعطوا لوطنهم وجمهورهم الكبير وحتى لا ننساهم ونشجع هذه البرامج وهذه المسلسلات أرجو أن يستمر هذا البرنامج وأيضا نشاهد أعمال كثيرة. حسين محمد أبو بكر من الجمهورية الليبية شكرا لك على هذه الرسالة وشكرا لك على تقديرك للفنانين الكبار اللي قدموا الأعمال الكثيرة في دولة الكويت أو خارج دولة الكويت. من ضمن هذه المسلسلات على فكرة أكو شغلات يمكن تظل بذهن المشاهد ويذكرها باسم البطل مثل المذكرات بوعليوي عبد الحسين عبد الرضا و عبد العزيز النمش ولا زالوا الناس مثل ما احنا عارفين دائما يقولون ام علاوي ويقولون ابو علاوي. انا اتمنى الصحه والعافيه من خلال هذا البرنامج حق عبد العزيز النمش لان مثل ما عرفنا انه هو مريض وعافيه شويه فنتمنى فعلا الصحه والعافيه ونذكر المشاهدين الكرام بجزء من المسلسل اللي كان يقدمه واللي كان يحمل اسم مذكرات ابو علاوي. ايش ما اعطيناها انت بالبارح ايش ما اعطيناها اقول بس كلش ما اعطيناها علشان انا اعرف يمكن هاللي معطيها انت ومسوي فيها خلل داخلي. لا يبع اي خلل داخلي الفيوز يمكن محترق ولا براد امس ميتين من البرد ومره واحده بوم كذي طقت كذي وقفت. لا 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 كذي بس اي بوم كذي طقه قويه تهزت. انا قلت هاي دروسي مسكت في الشغلة. لا انت ما يبتشاي من عندك على حين عودي متنحر ما عندنا فلوس نشتري واحدة جديدة. هذا الكمبريشن بصلة كمبريشن يقول لي بصلة هذا كمبريشن يا جماعة بصلها جل هذا بيعايني انا طول عمري مصلح كنديشنات بتعايني انت كمبريشن يعني بالكنديشن هاي لازم تصير موجودة لازم ابصلها بس حق الكنديشن يسمونها كمبريشن. كمبريشن وبعد يمكن طالع فيها شيء. هذه طماطة. ها. حيدا وسمع وطالع طماطة ومشن وطالع الكنديشن ايش فيها الله يهداك. ذبحنا الحر وانت. خبزة. ثلاجة مو كنديشن. اخاف هذا جدر انتم راكبينه. حي جدر. والله. يا ظاهر جوات الطماط. حود حيصير مبلا حس فيران يشم شيء وصرف داخل كاتين العيش فيها بعد مبلا الله يلعن أم علاوي هذه بكل كتاب والله يلعنها ما نشف العيش داخل ما نشف الله يلعنها والله يمكن الفيران شاك فضل عليه شاك فضل عليه تغدى اي والله ماكو قاصر يلا تغدى يلا زين قصي يا معود مو وقت الضحك يا العيدروس يلا يهداك صلحنا لكم ريسر ما شنو ولا لف لكم ريسر بخبزة وكلها لا كتاب هذه كمبريشن هذه ثانية هذه ثانية كمبريشن ثانية هم منها تفضل لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرني بس الله يصبرني بس على هالشيفة اللي عندي بهالبيت هيك انت حر وغلقه ومجابل أم علاوي أنا الحين اللي بقول لك أنت مدام حر وغلقه
قوم جاب الام حلاوي. قوم جاب الام حلاوي. شقه الله يتحل تشوف قسمه ونصيب. قسمه ونصيب ونصيبين. والله يا خي كلوني منك ها. لا بالقدول بالكمبريسر. بالكمبريسر احذفها. ايه؟ اطلعني ستة سبعة منها. ايه واحذفها. لكن لكن انت مقرود انت يا خي. انت الحين انا بسألك انا جايبك تصلح الكمبريسر ما شنو الكنديشن ولا قاعد تنصحني؟ بطة شبدي انا ام عليوي بطة شبدي. ما شغلك؟ اشياء عائلية مالك شغل فيها. اطلع برا اطلع. عيل ما صلحها ما صلحها والله العظيم. اطلع. لا تقول لي اطلع ترى ما صلحها. اطلع 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 اطلع. يا عيل صحني. ايش حقك قاعد مع زوجتي؟ انا طالع. ام عيالي هذه انا بخص فيها. اطلع. انا طالع. اطلع. انا طالع. اي. لكن الطماطة باخذها. اخذها كف. انا مو كنت ميت جوع. اطلع اطلع اطلع. ما صلحها. ايش حقك قاعد مع امها؟ يلا يلا. كاظم علينا كم بريشر ومتولي الطماط ما ادري شنو الحين انا اصلحها لو شي يصير وايد هذا شنو اكيد ما منه فايده هذا خلاص اجره هذا هالوايد خرابها من هالوايد خراب الكنديشن من هالوايد خراب الكنديشن من هالوايد وإذا طلع الوايد قعدنا بالحوالي أمي شاي بصخ من الواير عواير لكن خرابها من هالوايد وإذا الواير هذا مو ما تقعد تضيع وقتك سوي قاعد استفيد تعال تمرن تعال تمرن عندي هلا 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 شلونك شلون ريوله والله ان شاء الله شو عدل 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 يا ريولي ذبحتني عيل الله يهديك حاط لك سلم يهزهز لو انك ركبت فوق السلم تبطل البرده كان قلت حق سعاد تياودي مو البرده بس الحلال ها برده اي هلا من الكره شكرتي يقول هو من الكرة شايد كرة وفهد يلعب كرة بردة الكرة بردة خف الله عليك بردة الكرة أقول مو بردة الكرة بردة كرة البردة كرة البردة ما أدري والله حكي يا أبو سعود الله يهداك حلو علي أنا ليل ونهار هذا شغلي ماكو خمام البيت غسالة المواعيد اسكت عندي وعندك خير مثلي والعين طايح من هناك أقول متكرز طايح ها في خير ان شاء الله تبي شاي قرض حاجه ترى ما يقصر بحليوي الله يعين وعون اقول والله انا جايك ابي شبي ابي من عندك شيء يتكلم اذا فلوس ما عندي لا مو فلوس اشوي لا شيء يتكلم شيء يتكلم شادي ما عندي ما عندي مو شادي شيء يتكلم يا ابو سعود الله يهدى عايشين صباح بعد عن شيء يتكلم برادو لا برادو لا لا مو برادو لا شيء يتكلم ما ادري شيء يتكلم له عيون ولا خشم ولا وأيضا رسالتين ورسالتين من السعودية يمكن أنا بحاول كثر ما أقدر أقرأ رسائلكم ونحاول أيضا ألبي لكم بعض الشغلات اللي أنتم طلبتوها لأن إحنا نقدر نقول لقاءنا هذا قبل الأخير يعني الأسبوع الجاي رح يكون آخر لقاء لنا معكم في هذه الرسالة من أحمد خليل القطيفي من السعودية طبعا يقول في هذا البرنامج في ذكريات قديمة ومما يجعل التواصل والترابط يعيد الحاضر والماضي ويجعلنا نعيش بعض دقائق مع الماضي ويتمنى طبعا في هذا البرنامج وهذا الطلب أنه هو يشوف أغناية للفنان والراحل عبدالله فضالة أي أغناية من أغانيه وأيضا هناك بعد رسالة من طلال وشاكر الضحوك في هذه الرسالة أيضا يقول أنه من متابعي هذا البرنامج اللي يصور التراث الشعبي بأحسن صورة ويقول هو طبعا حسب مقايل يقول أن هذا البرنامج يندر وجوده لدى الكثير من القنوات الفضائية ويتشوق لرؤيته ويتمنى أيضا أن احنا نقدم جلسة لأحد كبار الشعراء وأيضا يشوف إحدى روائع الفنان الراحل الكبير عبدالله فضالة أن وجدت أو أي واحدة من إبداعاته الفنية
يا احمد خليل القطيفي ويا طلال شاكر الضحوك، شكرا لكم. وايضا احنا بنحاول كثر ما نقدر مثل ما قلنا نلبي طلبات مشاهدينا الكرام ونشوف هذه الغنايه للفنان الراحل عبد الله فضاله. تبحثين النفس عما جرى لها، لا تفجعين البال بالله هودي واللي خروج خبث البين بالها. شمالها
ولا نزال معك عزيزي المشاهد في هذا البرنامج، برنامج رزنامة، والذي يبث عبر القناة الأولى في تلفزيون دولة الكويت والقناة الفضائية الكويتية. من فاطمة الجميع من السعودية بالإحساء تقول ودي أني أشوف حلقة من مسلسل مظلوم الكويتي من بطولة خالد النفيس عايش إبراهيم وبعض الممثلين، أو من اختياركم للمطربة هيام يونس أغنية قديمة. احنا عندنا المسلسل اللي هو مسلسل مظلوم يا فاطمة الجميعة أم حسين، ورح نعرض عليك جزء من هذا المسلسل واللي مثل ما قلتي من بطولة خالد النفيس عايش إبراهيم. في هذا المسلسل رح يشوف المشاهد الكريم إن في نهاية كل حلقة يكون البطل هو الإنسان المظلوم. باكري ولا كنا سوى شيء في البيت، ورد مثل الذليل. ايه بس يا بنيتي لا تزعلين، وخليت زينه معاه شويه، ها بس دحر فيه من تحت لتحت. عليكم السلام والرحمة. أبو الخير دكتور. لا أقول دكتور للحين ترى هذا يصب شوية دم. لا لا بسيطة. لا. إيه. شوف للحين. ما أنا حكة وأنا أنام. لا وأنا لا نايم حك روحي. لا حك. لا بسيطة. لا إذا أكلك شيء قول حق المضمن أو السلامة. إن شاء الله. لا سلامات إن شاء الله سلامات. الله يسلمك. أقول نعم. أنا ما بي هالمكان هذا، هالدريشة هذه ما بيها. ليش؟ خير إن شاء الله. ما بي أشوف الناس أبد أبد مرة واحدة. أنت الحين في مكان تحسد عليه. أنا؟ إيه؟ لا أنا ما بي أشوف الناس، أنا ما بي هالدريشة هذه، غيروني من مكان إلى مكان ثاني. بسيطة، إذا كل المرضى يتمنون أنهم ينامون مكانك هذا. أنا ما أبي وأنا بكيفي، بس هذا اللي أقوله لك يا دكتور. على العموم بسيطة، كلها يومين وتطلع إن شاء الله. إن شاء الله. ما في داعي تغير مكانك. آه. إيه ما في داعي، كلها يومين وتطلع. على هواك. سلامات. الله يسلمك. دكتور. هلا ها سامي. شلونك اليوم؟ إن شاء الله زين؟ والله زين، بس أقول دكتور. نعم. ومتى تسوي لي عملية؟ عمليتك باشر. أنت مستعد؟ أنا مستعد دكتور، بسرعة أبي أخلص. إن شاء الله. شكرا. دكتور. نعم. في واحدة مرة برا تبيك. طيب. تقابلك الحين. حاضر. الله بالخير. الله بالخير، شلونك؟ أحب أسألك أنت عسى ما شر، وش فيك؟ لا ما شر، مريض ومرضي مرضي، ما تسوي لي عملية. وبعدين شوف يوم اني قلت له يبا انا ماني ليله كان يكفخني، اخذني وشاخذ فيني وخذ وهاللي تشوفها، وللحين كل ما حكيتها. لكن انت ما تقول لي ايش فيك؟ ها انا قلت لك مساء يسوي لي عمليه. انا هم مثلك كفخوني ولما شبعت
ويت هني بنام. لكن أقول إيش رايك الحين تغير مكاني من مكانك؟ ليش؟ ها أنا ما أحب الهواء ولا أحب الدرايش ولا أحب أشوف الناس، فأنت تنام بسريري وأنا أنام بسريرك. بس مكانك زين؟ لا أنا أبي مكانك وأنت أخذ مكاني. الدريشة وراك تشوف الرايح وتشوف الجاي، كل من يتمنى مكانك. لا 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 لا, لا. أنا أبي مكانك ومستأنس ومشكور، وأنت تعال هني علشان الهواء والبراد. أنا ما أظلم الناس. ما عندي مانع. لا والله توكلني على الله. من الفنانين اللي لحن وأيضا غنى بالساحة الغنائية الكويتية، بدأ حياته في عام 1961، ولكن بعد ذلك انتقل إلى وزارة الإرشاد والأنباء لما كان اسمها بالسابق في عام 1963، وهذا كان طبعا بأمر من وزارة الإرشاد للتفرغ إلى الفن. طبعا انطلق ونعرف من مركز الفنون الشعبية وقدم العديد من الألحان، ولكن الغناية اللي نعرف فيها وعرفوه الجمهور الكريم على الساحة الفنية كانت غناية أو تلحينة لغناية سلمولي، وطبعا كان دائما يعطيه الرعاية ويوليه الرعاية الدكتور يوسف دوخي. هذا الفنان وإنقلنا الحين نقدر نقول شبه معتزل، ولكن لا زالت أغانية تردد على ألسنة المشاهدين الكرام. احنا قاعدين نسولف ونتناقش بالنسبة للرياضة، انا ما لي شغل بالرياضة، ولكن احب يمكن اعرف النتيجة، يعني منو اللي غلب منو اللي هذا، لانك بعضهم يصير معاه شد اعصاب. يقولون الرياضة قبل لما كانت الملاعب تنترس والناس يكونوا متواجدين والناس ما يحرصون على انهم يتابعون المباراة عبر شاشة التلفزيون، ولكن لازم يكونوا موجودين بالملعب.
مباراة وكأس الأمير تعتبر بطولة بحد ذاتها وشغلة مميزة، لأن الفائز راح يتشرف وراح يقابل حضرة صاحب السمو وراح يكون متواجد معه بالكأس. السنة طبعا مثل ما احنا عارفين أن النادي العربي هو اللي فاز بكأس حضرة صاحب السمو. خلنا نلبي طلب المشاهد واللي وده يشوف أيام قبل لما كانت المباراة، طبعا مو وايد وايد، لكن من 75 76 كانت مباراة على كأس الأمير ما بين نادي القادسية ونادي الكويت. من اللي فاز؟ احنا نشوف. أوت رامي تماس لي نادي القادسية. اللعب رضا معرفي، رامي تماس بناي، رضا معرفي يمر، رضا معرفي ياخذها، معرفي يمر من اثنين، صلح لفاروق ابراهيم بغير ناحية الشمال، حمد شاهد بالجول. اول هجمة حمد سلطان، رامي تماس، محمد عباس الكويت، محمد عبد الله، جبار عبد القدوس، كرة مع قدوس، طلع خطرة، جول 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 جول، الله حلوة عبد القدوس إلى محمد عبد الله، راسه حطها براسه، حط الجول إلى ولاني، حلوة ملعوبة، عبد القدوس يخطفها من الحربان اللي ما يقدر يأخر خطورة عبد القدوس، يطلعها أرضية عالية تقريبا ارتفاعها على راس محمد عبد الله، يحط الجول الاولاني براسه في الدقيقة 5. تلعب ناحية اليمين، رضا معرفي خطرة بيطلعها أرضية، طلعها مشى فيها سليم، تطليعة بسيطة هذه بس تطلعها لأحد مهاجمينك هو اللي يستفيد منها، تطلعها على بعيدة تروح الكرة برا الملعب. ضربة مرمى سريع، المباراة سريع لحد الآن في بدايتها، طولة اللعب دام غريهم يلعبها، فاروق إبراهيم في النص، سعود محمد كرة معه يلعبها غير سليمة، محمد عباس لعب، محمد عبد الله، سعود محمد، سعود إلى فيصل الدخيل، فيصل حمد، أبو حمد فاتح الشمال يعطيها سعود، غير رايح احتفظ فيها وايد، لعبها لسعود سليمة، كرة مع فيصل الدخيل، لعبها قدام ياسم يعقوب، راية مرفوعة، راية مرفوعة أوفسايد. النهمة والنهام ووجوده على ظهر السفينة في السابق عزيزي المشاهد طبعا اللي هو بث الحماس في نفوس البحارة وأيضا تريحهم من عناء العمل والصوت والغناء اللي كان يؤديه النهام، وكانت له حصة معينة من إيرادات السفينة، كم قلاطة هذا اللي أنا ماني متأكدة منها. في لقاء سابق احنا أجرينا سهرة، وكانت هذه السهرة تتكلم عن النهامة والنهامين، وكانت السهرة ما بين نهامين اثنين، يعني واحد من فرقة حمد بن حسين وواحد كان من فرقة معيوف مجلي، كان معانا سعيد بغيث وكان معانا ياسين طه، الاثنين طبعا كل واحد منهم عبر وقال بعض الشغلات بالنسبة للنهمة. أنا خلي أتكلم عن ياسين طه واللي انتقل إلى رحمة الله تعالى يمكن من مدة أيام قليلة. كنا وإحنا قاعدين نصور هذه السهرة كنا قاعدين في يعني برا بالهواء الطلق، ولكن حلاوة صوته وعذوبة صوته وقوة الصوت والأداء كان يسحرك وهو قاعد يؤدي هذه النهمة وهذه الأغاني اللي كانوا يؤدونها على ظهر السفينة، رحمة الله عليه ياسين طه. وكانت هذه السهرة أيضا من إعداد فتح الصقر ومن إخراج جواد دشتي. عادة النهام أبو ياسين يحاول أنه مثلا يمكن سمع أحد مثلا يعني نهم وحاول أنه يقلد هذه النهمة، فأنت أبو ياسين بالضبط منو اللي سمعته ومنو اللي تأثرت فيه؟ أول ما تأثرت فيه خالد. خالد أي خالد؟ حسين الفريق. خال أمي قصدي. خال أمي حسين الفريق. أيوة. كان أنا صغير وسمعت الحس الحلو وأخذت. نعم. وتجبرت في النهمة من سببه. ورابعت بعد مثله يعني منطقة عبد العزيز الدويش هو اللي درسني على النهمة وعلمني إياها. أيه؟ هذا عبد العزيز الدويش كان يعني يركب ويا خال أمك مع المناعي يذكرونه. أيوة. وأنه ينهم حسين ولد فري ينهم أزيد من الدويش. أيه؟ والدويش أخذ من حسين ولد فري.
وتم تعاطون. طيب تذكر مثلا اول نهمه نهمتها شنو هي؟ نهمه؟ اي اول واحده. اول ما نهمت اليمال. خلنا نسمعها لو الدينة واليمال. خلنا نسمعها لو يعني شويه منها. هو يا مال 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 يا ابن الكرامة اشتكي حين خلفت وحداي علي مزاد سقم القادرة وحداي انظر لسقمي وشوف مصيبتي شعداي يشهد علي الصبر لو الحال مني فانا انا لبات وانهش يميني والمداور فنا سايلت عن جنابك يا مليح الفنا انا بايت بحملي ما بين حواسدي وعداي النهان. ايه يقول عقب هذا يقول ودعتكم بالسلام يقول اخي سعيد. ايه انا اقول وراه عفت المنازل بسرعه والمقدر صار والبال صوب الاوده كيف حاله صار العسر شفات شفتني بحبله وصار لكن ما ظلتي مهجتي بدياركم لقرة ومدامعي لمجزل فوق الوجن تقرا يا اخوي لا ياك خطي فصحه واخرى واسال عن حال خيك باي ديره صار هو يا مال يعني اي ديره صار يعني بالهند مكان انزين هم انا ابو ياسين اطمع منك انت قلتها كلام نعم. ليش ما قلتها بنهمه حاضر يلا يلا اسمعها منك هو يا مال هو يا مال هو يا مال هو يا مال عفت المنازل بسرعة والمقدر صار والبال صوب الأودة كيف حالة صار العسر شفات شفتني بحبل وصار علي يبا صار ما ضال في مهجة بدياركم لقرأ ومدامعي لمجزل فوق الوجن تقرأ ألا يا أخوي لا ياك خطي فصحى وقرأ هو يا مال. عزيزي المشاهد لقناك على خير ونودعك على خير على أمل أن نلتقي بك إن شاء الله في الأسبوع المقبل ونذكر المشاهد الكريم إلى أن حلقة الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة إن شاء الله في هذه الدورة وإن كتب لنا الله وياكم عمر إن شاء الله رح نلتقي معكم في دورات ثانية. أتمنى لك نهاية عطلة أسبوع سعيدة أتمنى لك أيضا صحبة حلوة وغدا شهي ولا أنسى في كل حلقة أني أتوجه بشكر لحملة الكاميرا المحمولة المتواجدين معنا في كل موقع لين ألقاك على خير إن شاء الله أتمنى لك الصحة والعافية وأحييك مع السلامة. سهر الليل يا قمرنا وأنا جيت في سهرنا وأنا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهوى وانا خاف يا قمرنا خذاك الليل والهوى سلوانا لك الشوق ودانا لياليك دنيانا وغناويك نجوانا أمانيك سلوانا لك الشوق ودانا لياليك دنيانا وغناويك نجوانا أمانيك سلوانا لك الشوق ودانا لك الشوق ودانا.
على دروب والهان الخطاوي مع قلوب عطشان الغناوي على دروب والهان الخطاوي مع قلوب عطشان الغناوي على دروب والهان الخطاوي مع قلوب عطشان الغناوي نطرناك يا قمرنا ولا جيت في سهرنا نطرناك يا قمرنا ولا جيت في سهرنا يا قمرنا فذاك الليل والهوى أسرار مغزولة في القلوب مشيولة وعن الناس مجهولة يا سمار قولوا لك أسرار مغزولة في القلوب مشيولة وعن الناس مجهولة سمار قولوا لك أسرار مغزولة في القلوب مشيولة وعن الناس مجهولة يا سمار روحوا لا يا سمار على نار قولوا لا على نار يا سمار روحوا لا يا سمار على نار قولوا لا على نار يا سمار روحوا لا يا سمار على نار قولوا لا على نار نطرناك يا قمرنا ولا جيت في سهرنا نطرناك يا قمرنا ولا جيت في سهرنا تاريخ يا قمرنا فذاك الليل والهوى